مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة علي السد المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاب العلاوي على السد. أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو يخص طريقة تقديم الرقي والبطيخ وفوائدهن. طبعا ملاحظة، العرب يسمون الرقي البطيخ الأحمر، احنا العراقيين نسميه الرقي، العرب يسموه البطيخ الأحمر، والبطيخ احنا نسميه، العرب يسموه البطيخ الأصفر. خليكم ويانا نشوفكم طريقة التقديم شلون تتم هاي الفاكهة، بما انه هسه موسمها فصل الصيف فموجودة بكثرة. واول شيء نشرح فائدتها، بعدين نشوفكم شلون نقدمها. طبعا الفائدة تشمل البطيخ الاحمر والبطيخ الاصفر، الاثنيناتهم طبعا الهن مقاومة، الهن دور مقاومة جميع الفطريات اللي تصيب الامعاء والحوصلة. يعني الشغلة شلون نقول ينظف الامعاء والحوصلة من الفطريات اللي تصير. مرات الطيور تشوف انه خروجه او ضروقه تصير عنده فد مشاكل الطير، ينصح تقديم الرقي والبطيخ له حتى يساهم بتنظيفها ومقاومة الامراض اللي اصابتها، والفطريات راح يكون كفرمته للجهاز الهضمي للطير. عندهم فشي حلو كأنما يشتغلن شغل اللقاح الفاكهتين، كأنما شلون نقول يطن يقوّن جهاز المناعة للطيور ضد بعض الأمراض، مو كلها، بعض الأمراض الجذرية. البطيخ والرقي يساهم بتقوية مناعته للطير، الهن دور كبير بزيادة نشاط الطير، يعني نقول فيتامينات مجانية. الهن دور كبير بترطيب جسم الطير ومعادلة درجة الحرارة، على اعتبارها هسه فصل صيف ودرجة حرارة عالية، والرقي والبطيخ يحتوي على كميات عالية من المي فيساهم بمعادلة درجة الحرارة ويرطب الجسم. مثل ما قلنا بالبداية يحارب الفطريات اللي تصيب الأمعاء، وإله دور كبير يساعد في عملية الهضم لأنه يحتوي على ألياف وهواية هالفاكهتين. فشون نقول مسهل للطيور اللي تعاني من مشكلة بالأمساك، إلى دور كبير بتجديد الدم وتنقيته من السموم اللي مرات الطيور تتعرض لنوع من السموم، مبيدات أو غيرها. نقدر نطي الرقي والبطيخ شغل التفاح تقريبا، يحتوي على فيتامين A و G بكميات حلوة كلش وممتاز الهن، يعني يساعد قلنا فتح شهية الطيور، يعني لأنه يحتوي قلنا على فيتامينات حلوة مثل فيتامين جي والفيتامين اي، يحتوي على كمية من المعادن والعناصر منها البوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم. يعني هذا فشي بسيط من فوائده، أنا ما أحب أطيل الفيديو حتى لا يكون ممل، نسبة هاي قليلة من الفوائد. خلينا ننتقل لطريقة التقديم وهي الأهم. طريقة التقديم كالآتي شباب، تكون هذا الجزء ينشال من عنده مثل ما تلاحظون، وهذا الجزء اللي أيضا بالبطيخ ينشال، يبقى هذا الجزء اللي هو القشر مالته، هذا أغلب الفوائد تكون بي للطيور وتفيده. هذا نفس الحالة نشيل هذه، لأن هاي المسافة كلها شوية تحتوي على سكريات عالية وراح تصيب الطائر بالإسهال، وتحتوي على كميات عالية من المي مما يؤدي أن الطير راح يلتهي بيها ويترك باقي الأكل. فإحنا إيش نعطي؟ نعطي جزء الأهم اللي لازم يستعمل الطير وهو هذا، ونستعمل قطعة صغيرة. شلون هسا إحنا هاي القطعة اللي بدينا حتى الطير ما يخاف منها بالقفص. طريقة التقديم مرتين أسبوعيا فقط حتى لا نسبب الإسهال للطيور. إن شاء الله استفادتم من الفيديو، وتحياتنا لكم.